هنا صاح الإنجليزي: يا حضرة الضابط، هذه المرأة تحمل 10,000، نصفها عندي والنصف الآخر معها، وأنا لا أخون وطني، قد تعاونت معها لأثبت لكم حبي لبريطانيا العظمى. وفعلا أعادوا تفتيشها مرات أخرى ووجدوا المبلغ وصادروه. وهنا تحدث الضابط عن الوطنية وعن ضرر التهريب على الاقتصاد الوطني، وشكروا الإنجليزي وأطلقوا سراح السيدة وعبر القطار لبريطانيا. وبعد يومين فوجئت المرأة الفرنسية بالرجل الإنجليزي نفسه عند باب بيتها، فقالت له بغضب: يا لوقاحتك وجرأتك، ما الذي تريد الآن؟ فناولها ظرف به 15,000 دولار وقال ببرودة: هذا